لدينا أخبار عاجلة. اكتشف العلماء سبب اختفاء السفن في مثلث برميودا، ولكننا سنذهب أولا إلى هوليوود مع كيم كارداشيان، والتي مرة أخرى لم تقم بأي شيء ذو أهمية. كما تعلم، فإن مثلث برميودا هو أحد أكبر الألغاز الغامضة في العالم، ويحاول الناس حل هذا اللغز منذ عقود. وتقع هذه المنطقة، والتي تأخذ شكل مثلث، في شمال المحيط الأطلسي بين ميامي وبورتريكو وبرميودا. وقد اكتسب مثلث برميودا، والذي يطلق عليه في الغالب مثلث الشيطان، سمعته السيئة بسبب حالات الاختفاء العديدة والغامضة التي لا يمكن تفسيرها، والتي وقعت هناك على مر القرون. فقد لقت أكثر من 150 طائرة وسفينة شحن وسفينة صغيرة مصرعها في هذه المنطقة الملعونة. وعلى الرغم من أن العلماء قد صرحوا منذ بضعة سنين أنهم اكتشفوا السبب وراء هذه الاختفاءات الغريبة، لكن الاكتشاف الأخير يسلط الضوء من زاوية مختلفة على هذا اللغز الأبدي. ولكن قبل أن تتعرف أخيرا على الإجابة للغز مثلث برميودا، تذكر أن تشترك في قناتنا وأن تشغل الإشعارات، وبهذه الطريقة ستكون دائما أول من يعلم عن جميع المستجدات التي تصدر يوميا على الجانب المشرق من الحياة. إذا كنت تعتقد أن حالات اختفاء السفن المحيرة في مثلث برميودا شيء من الماضي، فأنت مخطئ. فحتى مع التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الاتصالات، لا تزال السفن تختفي هناك. أحدث حادث هو أيضاً الأكثر كارثية خلال 30 سنة الماضية، وقد وقع في الأول من أكتوبر لعام 2015. في ذلك اليوم فقدت سفينة الشحن الضخمة SS إلفارو في منطقة مثلث برميودا، وقد كانت عبارة عن سفينة بطول 790 قدم تحمل العديد من الحاويات والمركبات والمقطورات. وقد غادرت جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية، وكان على متنها طاقم مكون من 33 شخصا، وكانت متوجهة إلى بورتوريكو. في الوقت نفسه تشكلت عاصفة استوائية قوية على بعد مئات الأميال، وبعد مرور بعض الوقت وصلت العاصفة إلى سفينة SS إلفارو وبدأت في تطويقها. بعد ذلك لم ترد أي كلمة أو إشارة من الطاقم، وبشكل غير متوقع هدأ هذا الإعصار فجأة كما بدأ. استمر البحث عن السفينة لأسابيع، وتم العثور عليها أخيرا، وقد كانت في وضعية عمودية بلا ضرر على عمق 15,000 قدم في المحيط الأطلسي، ولم يعثر فريق البحث على أي أثر للطاقم. في صيف عام 2003 قرر فرانك ورومينيا اليوني المتزوجان حديثا الذهاب إلى الصيد على متن قاربهما الذي يبلغ طوله 16 قدما، والذي كان في حالة ممتازة. غادر الزوجان شاطئ بيونتون في فلوريدا، ولكنهما لم يعودا أبدا. وبعد عدة أيام من البحث المستمر، أوقف خفر السواحل الأمريكي مهمة الإنقاذ. غادرت سفينة الشحن جينيسيس ميناء إسبانيا في عام 1999، وكانت متوجهة إلى سانت فينسنت في البحر الكاريبي، وقد بلغ وزن حمولتها 465 طنا، وشملت طوبا وألواحا خرسانية وخزانات ماء. وفي مرحلة ما تلقت سفينة كانت تبحر في منطقة قريبة نداء استغاثة من جينيسيس، حيث أفاد الطاقم بأن لديهم مشاكل مع مضخة الآسن. وبعد هذا النداء اليائس للمساعدة فقد الاتصال، وعلى الرغم من بحث خفر السواحل الأمريكي والذي غطى 33,000 ميل مربع، لم ترى السفينة مرة أخرى. غادرت سفينة الشحن SS بويت والذي يبلغ طولها 522 قدما في ليدافيا في 24 من أكتوبر لعام 1980، وقد كانت متوجهة إلى مصر حاملة ذرة وطاقمها المكون من 34 شخصا. قضى ربان السفينة 41 عاما من حياته في البحر، وبقية أفراد الطاقم كانوا على نفس القدر من الخبرة. بعد يوم واحد من مغادرة السفينة إلى ما تبين فيما بعد أنه رحلتها الأخيرة، غطت عاصفة غربية بموجات بارتفاع 30 قدم ورياح قوية شمال الأطلسي. وعلى الرغم من أن السفينة كانت معتادة على ظروف جوية أسوأ من ذلك بكثير، لكنها اختفت دون أن تترك أي أثر. وقد أجري بحث واسع النطاق شمل 9 طائرات وغطى ما يقرب من 400,000 ميل مربع، واستمر لعشرة أيام، لكنه فشل في العثور على أي شيء قد يقود إلى موقع السفينة المفقودة.
هذه مجرد أمثلة قليلة على المآسي المرتبطة ارتباطا وثيقا بمثلث الشيطان. ولسنوات عديدة وضع الناس نظريات حول القوى التي قد تقف وراء هذه الكوارث، إلى أن ادعى العلماء أنهم كشفوا النقاب عن اللغز. وقد كانت النظريات الأكثر شعبية كالتالي: غاز الميثان. يعتقد بعض الباحثين أن السفن والطائرات تتحطم وتختفي في هذه المنطقة بسبب غاز الميثان، وقد ثبت بالفعل وجود مخازن ضخمة من هذا الغاز في بعض المناطق في قاع المحيط. لذلك عندما يتم إطلاق الغاز في الماء يمكن لهذه العملية أن تغرق السفن وتسبب تحطم الطائرات، ومن المحتمل أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة لدرجة أن الطاقم المنكوب لا يمتلك وقتا حتى لطلب المساعدة. الثقوب الدودية. هذه النظرية مفضلة لأولئك الذين يحبون الخيال العلمي. وباختصار، الثقب الدودي هو طريق مختصر في الزمان المكاني. وفي حين أن وجود الثقوب الدودية لم يثبت بعد، لكن هذا لا يمنع بعض الناس من الاعتقاد بأن هذه الظاهرة سبب حالات الاختفاء في مثلث برميودا. خراطيم المياه. يقال بأن خراطيم المياه، أو ببساطة الأعاصير في البحر، قد شهدت في مثلث برميودا، وهذه الظاهرة المناخية تمتص الماء لأقدام عديدة للأعلى في الهواء، ومن المحتمل أن يجعل هذا السفينة تختفي بكل سهولة. ثقب في القوى الكهرومغناطيسية للكوكب. تم الإبلاغ عن تعطل البوصلة في مثلث برميودا، وهذا المكان أحد الأماكن القليلة على الأرض التي تواجه فيها البوصلات مشاكل في تحديد الشمال، وقد يؤدي هذا إلى خروج البحارة والطيارين عن مسارهم. خطأ بشري. تبدو نظرية الخطأ البشري مخيبة للآمال لأولئك الذين يحبون الألغاز والغموض، ومع ذلك فإن بعض الناس متيقنون من أن جميع حوادث التحطم والاختفاء في مثلث برميودا تحدث بسبب أخطاء بشرية. فهناك الكثير من الجزر المربكة التي يصعب تمييزها عن بعضها البعض، بالإضافة إلى ظروف الطقس الصعبة. الفضائيون. بالطبع لا يمكن أن يظهر اللغز دون أن يتم تفسيره بتدخل الفضائيين. إلقاء اللوم لحالات الاختفاء على قوى من خارج الأرض هو حل مناسب ومريح للغاية، ولكن لا يزال سبب اختيار الفضائيين لهذه المنطقة بالذات للقيام بعمليات اختطافهم مجهولة. تبدو جميع هذه النظريات جيدة، ولكن لم يتم دعم أي منها بالأدلة. ومن ناحية أخرى، أحدث اكتشافات العلماء تسمح لهم بالادعاء بأن لغز مثلث برميودا قد تم حله أخيراً. والجنات هم وحوش بحرية ضخمة، ولكن عندما نقول وحوش نحن لا نعني كائنات حية، بل موجات مارقة هائلة كان يعتقد أنها خرافة. نفى العلماء وجود موجات مارقة كظاهرة طبيعية حتى عام 1995، وقد كان ذلك العام الذي شهدت فيه موجة عملاقة بلغ ارتفاعها 61 قدم، والتي حصلت فيما بعد على اسم موجة دروبنار من خلال قمر صناعي. الموجات المارقة هي مرعبة وشاذة، فهي عبارة عن جدران مائية ضخمة تتحرك عبر المحيط، ولن ترغب أبدا في مواجهة موجة مارقة عندما تكون في البحر، لأنها تمحي كل شيء تقابله بسهولة. وقد تمتلك الموجات المارقة قوة 9 أطنان مترية للقدم المربع، وللمقارنة يوجد لدى متوسط الموجة البالغ ارتفاعها 40 قدما قوة لا تزيد عن 0.5 طن متري لكل قدم مربع. وعلى الرغم من أن الموجات المارقة كانت تعتبر نادرة وشكك في وجودها، لكنها قد تكون أكثر شيوعاً مما كان يعتقده العلماء في السابق. وولفغانغ روزنسال هو عالم من ألمانيا، ساعد وكالة الفضاء الأوروبية في البحث عن موجات مارقة باستخدام قمر رادار، ويقول بأنه في أي لحظة تتحرك نحو 10 من هذه الموجات الضخمة المخيفة في مكان ما في المحيطات. تختلف الموجات المارقة تماماً عن موجات تسونامي الناجمة عن الزلازل، فموجات التسونامي غير مرئية تقريباً في البحر، ولكنها عندما تصل إلى الشاطئ فإنها تجرف كل شيء في طريقها. أما بالنسبة للموجات المارقة فإنها لا تقترب أبداً من اليابسة تقريباً. يمكن لهذه الموجات العملاقة أن تصل إلى 82 قدماً، وهو حجم مبنى مكون من 8 طوابق، ولكن هذا ليس الحد الأقصى لها. فوفقاً لحسابات العلماء فإن الحد الأقصى نظرياً للموجة المارقة يمكن أن يصل إلى 198 قدم، وهذا أعلى من مبنى الكابيتول المستدير في العاصمة واشنطن،
ولكن لم يتم رؤية هذه الموجة بعد، وعادة ما يكون ارتفاع الموجات المارقة الكبيرة حوالي 100 قدم. شيء آخر خطير للغاية حول الموجات المارقة، الثقوب في البحر، وهي المنخفضات التي تسبق الموجات العملاقة. وبالنسبة للسفن، من المرجح أن تكون العواقب لمثل هذا الانخفاض كارثية. وبعد أن تقبل الباحثون من جميع أنحاء العالم حقيقة وجود موجات مارقة بالفعل، بدأوا في تطوير استراتيجيات البحث ومناقشة النتائج التي توصلوا إليها. وقد اتضح أن إحدى المناطق التي يرجح كثيرا أن تظهر فيها موجات مارقة هي تيار الخليج قبالة شرق الولايات المتحدة، حيث يتدفق بالضبط عبر مثلث برميودا. تظهر الموجات المارقة في المحيط المفتوح كما لو جاءت من العدم، ولكن في الواقع تتجمع الكثير من الموجات الصغيرة لتشكل موجة عملاقة، والتي تمتص الماء والطاقة من الموجات التي تحيط بها فيما بعد. وقد تظهر هذه الموجات الغريبة أيضاً بعد تصادم نظامين موجبين يتحركان بشكل متعامد لبعضهما البعض. وتتوفر في مثلث برميودا في هذه الحالة جميع الشروط اللازمة لظهور موجات مارقة، فهناك عواصف من الشمال والجنوب تتصادم معاً. وقد قام باحثون بقياس موجات تصل إلى ارتفاع 100 قدم هناك، وقد يفسر ذلك أيضاً السبب في عدم إرسال السفن أي إشارات استغاثة، فهي لا تملك الوقت الكافي، ففي النهاية تظهر الموجات المارقة من العدم. النقطة الوحيدة التي لا تزال غير واضحة هي أن وجود الموجات المارقة لا يفسر اختفاء الطائرات، ولكن لننتظر ونرى، فالأبحاث ما زالت مستمرة. هل تعتقد أن الموجات المارقة هي التي تسبب جميع تلك الفوضى في مثلث برميودا؟ أم أنت مؤيد لنظرية أخرى مثل نظرية الكائنات الفضائية؟ أخبرنا عن ذلك في التعليقات أدنى، وإذا كنت تحب الألغاز والغموض مثلنا فاضغط على زر الإعجاب. نراك في المرات القادمة.